أهلا وسهلا بكم لمتابعة شبكة دائرة الصحة والعافية للتطعيم ضد كورونا. أنا ماركون لانتين ماكي، وهنا لدينا الأطباء الخبراء إما كياندر للإجابة، وكذلك كبير الأطباء هانا نوهنت، كذلك موجود معنا لغة الإشارة للترجمة والأخت ساندرا للإجابة على الأسئلة. كذلك ستتم ترجمة هذا البث إلى اللغة السويدية واللغة الإنجليزية والإستونية والروسية والصومالية والعربية كذلك. هذه البث سوف يكون مرئيا أيضا على قناة تيهو على صفحتها باليوتيوب. لقد تلقينا الكثير من الأسئلة، حول آلاف آلاف الأسئلة بخصوص لقاح كورونا. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذا النشاط، ولكن للأسف ليس لدينا الوقت للإجابة على جميع الأسئلة، ولكن قمنا بتصميم عروض إما وأنا للإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. يتم استخدام في الوقت الحاضر بعض العروض التقديمية لتصفح الأسئلة الفردية. كذلك تلقينا العديد من الأسئلة المتعلقة بصحتك الشخصية، ولكن للأسف لا يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة لكونها تعتبر أسئلة شخصية، فيجب عليك الاتصال بطبيبك أو المركز الصحي التابع لك بمحل إقامتك. هنا الحديث سوف يكون على موضوع الكورونا وترتيب اللقاحات. طبعا اللقاح سوف يتم إعطاؤه عبر المحافظات التي تقيم بها، على سبيل المثال كل شخص ومحل إقامته و وجود ومكان اللقاح سوف يكون الأماكن الصحية الحكومية. طبعا التطعيم تطوعي، أي ليس إجباري، إلا أنه يستحق بالتأكيد تناوله، حيث أن التطعيمات جزء مهم جدا من وباء فيروس كورونا، وتساعدنا على العودة إلى الوضع الطبيعي. يمكن العثور على مزيد المعلومات حول التطعيم على موقع تيهو.ال.دوت في كورونا روكوتي. طبعا إما دعنا ننتقل إلى الأمر دون أدنى حديث، والذي سيقوم بذلك الإخصائية إما. طبعا إما شكرا لك ماركون، أولا لمحة موجزة عن حالة التطعيم ضد كورونا في فنلندا وبقية العالم. هناك أربع منتجات لقاحات مختلفة مصرح بها في الاتحاد الأوروبي، التي من ضمنها ثلاث قيد الاستخدام بالفعل، ولقاح واحد ينتظر تعليماتنا الخاصة حول كيفية استخدامه. اللقاحات موديرنا ولقاح فيتزر من شركة معينة لصناعة اللقاح. القيام بذلك مع التقدم، اثنان من هذه اللقاحات هما موديرنا كما ذكرنا ولقاح فيتزر، يتم إعطاؤها على جرعتين كل 12 أسبوعاً تقريباً، ولديهم اختلاف بسيط في الحد الأذنى للمفعول، لكنهم بخلاف ذلك تعتبر لقاحات متشابهة ضد فيروس كورونا إلى حد ما، بما في ذلك نفس النوع من الجرعات الأخرى، تكون يعني بنفس الصيغة ونفس المضمون. لقاح أسترازينيكا في الوقت الحالي تم إعطاؤه فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وفقا للإرشادات الوطنية. هذا اللقاح
في الوقت الحالي يوجد بعض المشاكل اتجاه بخصوص لمن يعطى، أي بمعنى أن هل اللقاح اللي هو أسترازينيكا يعطى فقط للأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص التي أقل من عمر 65 المركز الصحي لا ينصح بإعطاء هذا اللقاح لأسباب كثيرة، منها مثل ما سمعت في الأخبار التلفازية أو غيرها أنه يتسبب بمشاكل صحية منها تجلط أو تخثر في الدم. ما نعرفه الآن عن الفاصل الزمني الأمثل هو أن الفترة كل ما تكون طويلة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية تكون أفضل نسبياً وجيدة جداً من ناحية المفعول. هناك كثير من الأرقام هنا وهذه ليست دقيقة مثل موضح في الصورة، حيث تم عرض هذا آخر مرة في ندوة للمواطنين عبر الإنترنت. يظهر هذا بعض المؤشرات على نوع أحجام اللقاحات التي يتم الحديث عنها، ونحن الآن في الربع الثاني من ذلك أو في الربع الثاني من اللقاحات، ونرى أن لدينا أحجام قوية بكميات كبيرة جدا، وتأتي عدة وكذلك تأتي عدة مئات من الآلاف من جرعات اللقاح إلى الدولة. على وجه الخصوص يأتي لقاح أسترازينيكا أسبوعياً ولقاحات أخرى، إلا فقط بعض المجدات بخصوص أسترازينيكا إنه في الوقت الحالي تم إيقافه في الدولة بسبب أنه هو جميع الأشخاص التي أعمارهم فوق 65 عاما قد أخذت هذا النوع من اللقاح، وليس لدينا أشخاص تحتاج هذا اللقاح، فبالتالي ثم وقفه في الدولة. لدينا لقاحات كافية في البلد لتغطية هذه الجرعات أو تغطية جرعات لقاح الكورونا. هنا يمكنك أن ترى كيف تم تطعيم في فنلندا. تم تطعيم جميع اللقاحات التي تأتي إلى البلاد بسرعة كبيرة، أو بمعنى أصح إن استعملنا جميع أو قمنا بتطعيم أو باستخدام اللقاحات في فنلندا على جميع الأشخاص من ناحية المبدأ. طبعا لقد ارتفعت وثيرة اللقاح أيضا، وهنا نرى أسبوعيا من التباين، ويعطي بعض المنظور حول حقيقة أنه لا يزال لدينا فرصة لزيادة وثيرة الحماية من العدوى. لذلك يمكنك أن تكون أقرب إلى الصورة في نقاث الذروة كل يوم، أي بمعنى من خلال هذه الصورة تشرح شرح مفصل على طرق تطعيم اللقاحات في الدولة ومن أخذها من الأعمار ونوعية كمان اللقاحات الموجودة في الدولة. عند الحاجة إلى إضافة المزيد من اللقاحات سيكون هناك متبرعون جدد في فنلندا. طبعا مثل ما رأيتم الآن في هذه الصورة، الصورة تبين أن لدينا تغطية تطعيم جيدة جدا. تظهر هذه الصورة أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح باللون الأخضر، بمعنى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة هي تحت اللون الأخضر، وأولئك الذين حصلوا على جرعتين متكاملتين هما تحت اللون الأزرق. وعندما تنظر إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، فإن هذه الفئات العمرية هي التي تلقى معظمهم بالفعل أول تطعيم لهم. تلقى من كل من المجموعتين العمريتين في منتصف العمر جرعتهم الأولى. هذا مظهر رائع جدا.
وهذا هدفنا والفكرة التي يتلقاها الأشخاص من خلال هذه الصورة لدرجة التطعيم الذي أخذهم المعنيين. كذلك يوجد لقاحات للأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 16 عاما، كونهم هل الأعمار أو هل الأعمار اللي فوق 16 عاما أخذوا فقط الجرعة الأولى، وهذا سوف يحدث على حلول الشهر السابع على أبعد تقرير. أي بمعنى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما سوف يأخذون الجرعة الأولى من اللقاح بحلول شهر 7 على أبعد تقدير، وتبدو هذه علاقة واقعية ومحتملة لحجم اللقاح المتوفر لدينا خلال هالصورة. كذلك في الصورة التي بعدها، عندما تفقد تغطية اللقاح على المستوى الأوروبي، فسوف تجد أن فنلندا في حالة جيدة جدا، أي بمعنى مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى أن نسبة إعطاء اللقاح ونسبة تغطية اللقاح هي على مستوى جيد جدا، وخاصة على الأشخاص الذي أخذوا اللقاح من الجرعة الأولى. كلما كان اللون أكثر إشراقا في الصورة مثل ما وضح، زادت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح. يبدو أن المنطقة المظلمة مثل ما واضح في الصورة هي تعتبر دولة أخذت اللقاح كاملا، إن كان الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. ثم عندما ننظر إلى الجرعات الثانية فإننا لا نزال متأخرين بسبب الإجراءات الإدارية، ولكن الشيء الأكثر أهمية لدينا هو الحصول على أفضل حماية ممكنة للجميع من الجرعة الأولى التي تم أعطائها لبعض الأشخاص. إذا نظرت في هذه الصورة فتجد أو من الواضح أنها أقل وجهة نظر مختلفة حول الجرعات التي تم إعطاؤها هناك في الدول الخارجية أو في الدول الاتحاد الأوروبي. بالطبع عند النظر إلى المستوى العالمي، هناك بعض الدول التي تعرف وسائل الإعلام أن لديها تغطية عالية جدا للقاحات، ثم هناك الكثير من البلدان التي لا يوجد فيها تطعيم بدأ نهائيا يذكر، أي بمعنى في دول أخذت اللقاح بتغطية عالية جدا وفي دول لم تأخذ أو لم تبدأ في أخذ هل اللقاحات على مستوى العالم مثل مبين في الصورة. تم إصدار أمر التطعيم الفنلندي لأسباب طبية، أي أنه تم النظر فيه لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والمدخلين والداخلين إلى المستشفى أو الأشخاص إلى الذين حالتهم الصحية أدت إلى الوفاة. تم تسليم أو إعطاء التطعيمات على هذا الترتيب، أي أول في المرتبة الأولى طبعا المجال الصحي أو المجال الصحي اللي يعتبر من المجال المستشفيات الممرضات المجال تبع العناية العامة إن كانت بالرياض أو الموظفين الذين يشتغلون في المجال الطبي. من بعد يأتي المرتبة الثانية الأشخاص الكبار في السن، من بعد يأتي الأشخاص الذين تعتبر عندهم أمراض مزمنة ويحتاجون إلى حماية معينة، فبالتالي هم هؤلاء لهم الأولية في أخذ اللقاح. من بعد يأتي الأعمار المبين عمر اللي من العمر 16 واللي هي فئة الجباب والفئة التي ليس لديها أمراض مزمنة. بالنسبة للقاح أسترازينيكا يخف
الآن إلى نقاش حاد، مثل البعض منكم سمع عنه بالأخبار والمجلات الصحفية، إنه هو يسبب جلطة، وكذلك ذكرنا فيما سبق أنه هو يسبب مشاكل طبية، والسبب في ذلك على تركيبة اللقاح الطبية اللي هي طبعا غير جيدة، وتعتبر في بعض الأوقات والحالات خاطرة. ولذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما للأسف الشديد هالنوعية من اللقاح لا يمكن إعطائهم لهم حتى وإن أرادوا ذلك، والسبب مثل ما ذكرنا أنه هو يسبب جلطات دموية لأسباب داخلة في تركيبة اللقاح. طبعا هذا لا يمنع أن عندنا لقاحات جديدة، أخذنا رخصة التصريح ورخصة التصريح لتسويق هذه النوعية من اللقاحات للأشخاص أكثر من عمر 16 عاما، اللي هو طبعا تقرر الآن أنه فقط فيسر اللقاح المناسب لهالفئة العمرية. هنا مقدمتي لأنواع اللقاح وما يخص على الفئة العمرية التي أخذت اللقاح، وفي النهاية لكم شكرا أو لكم جزيل الشكر عن ذلك. الآن سننتقل إلى خطاب حنا بالإجابة على الأسئلة المطروحة. شكرا ومساء الخير لكل من يستمع إلينا بالداخل، وكذلك للأشخاص الذين يستمعون إلينا خارجا تحت أشعة الشمس الجميرة، ونفس الوقت مشاهدتهم لأجواء الربيعية. لقد جمعت هنا جميع الأسئلة التي أرسلها مشاهدينا عبر الأنترنت، وللأسف ليس مرئية أو مباشرة، والسبب في ذلك حالة الوباء التي بالبلاد. بس أريد أن أذكر أن الأسئلة سوف أخذ منها فقط الأسئلة اللي هي أكثر شيوعا والمتكررة بين الأشخاص، كذلك سوف أخذ أسئلة أخرى التي تتعلق بالأمور الشخصية. سوف أدخل أو أبدأ بذكر الأسئلة التي عرضت علي. السؤال هو: هل يمكن إذا أصاب شخص بمرض كورونا حتى بعد التطعيم، أي هل إذا أنا مثلا على سبيل المثال أصبت بكورونا حتى بعد إعطائي التطعيم، هل يمكن أن يصيبني فيروس الكورونا؟ الإجابة نعم، يمكن ذلك، أي بمعنى اللقاح ليس آمناً بآمل مئة، وخاصة لو أخذنا الجرعة الأولى فقط من اللقاح، ففي احتمالية الإصابة بالكورونا بعد ذلك. قمنا بفحص هذه العدوى العابرة طبعاً في سجل الأمراض المعدية وذكرناها، وأرفقنا بيانات العدوى في تسجيل التطعيم أو بصفحة تبع الأنترنت التي عادة يذكر بها الحالة المرضية وأنواع التطعيم وإذا الشخص كان مصاب بالكورونا. بخصوص اللقاح الجرعة الثانية، كما ذكرت في احتمالية الإصابة بكورونا بعد الجرعة الأولى، ولكن الحماية تكون تقريباً
100% في حالة الشخص أخذ الجرعة الثانية والتي تكون بعد مرور 12 أسبوعا. طبعا من خلال الصورة التي أمامكم هناك شرح مفصل على الحالات التي أخذت الكورونا والتي هي مثل ما مذكور 2 مليون شخص تلقوا هذه أو تلقوا الجرعات ضد فيروس كورونا، كذلك الأشخاص الذين أصابوا بفيروس كورونا والذي مذكور أمامكم عددها 1278. رغم أنه هو مو واضح السبب 100%، شو سبب هالعدوى؟ ليس عندنا يعني تحاليل، لم نقم بأي تحاليل تذكر، ولم نعرف شو سبب أو ماذا السبب الرئيسي أن بعض الأشخاص تلقوا عدوى الكورونا. رغم ذلك الوضع مستقر وسوف يكون أكثر استقرارا عند أخذ الجرعة الثانية والتي سوف تكون خلال مرور 12 أسبوعا. نرجع للسؤال المذكور، هل يمكن إصابة الشخص الذي تلقى اللقاح؟ ذكرت الإجابة نعم، يمكن الإصابة بفيروس الكورونا أو إذا الشخص لم يتلقى الجرعة الثانية، وهذا يثبت لنا مدى أهمية أخذ الجرعتين الاثنين على ما تنصه وزارة الصحة بأخذها، بحيث المناعة تكون 100%. إلى الآن لم نجد سبب مقنع مثل ما ذكرت لماذا أصاب الشخص بفيروس كورونا، بس رغم ذلك ليس له أهمية قصوى في المرض لكونه سوف يأخذ اللقاح مرة أخرى أو سوف يأخذ الجرعة الثانية بحيث توفر له المناعة الكاملة. سؤال الثاني عن كيفية حماية الآخرين من خلال أخذ لقاح كورونا، وهنا أيضا يسأل عما تعنيه حماية القطيع. حماية القطيع هي أن تحمي الآخرين عندما لا تصيب نفسك، أو بمعنى أصح كيف تحمي الآخرين لما تصيب نفسك بفيروس كورونا. لا يمكن جزم أن الأشخاص الذين تلقون اللقاح إنهم يمكنهم حماية الآخرين من الإصابة من فيروس الكورونا. هذا يعني ليس يعني موجودا 100% أن يمكن الحماية. أريد فقط ذكر خلاصة بسيطة بخصوص لقاح كورونا، أنه هو مشابها أو فيروس كورونا أو مشابها إلى أقصى حد مثلا بالإنفلونزا، اللي هو يعتبر أنه هو سهولة انتشاره من كان طبعا من ناحية النظافة، من ناحية الأشخاص القراب منك المقيمين معك، إن هي في سهولة للانتشار لكونه شنو بينتشر عن طريق اللعاب، عن طريق العطس، اللمس. فلهذا ذكرنا أن
الوقاية من ذلك هو غسل اليدين، الاعتماد المسافة بيننا. كذلك توصلنا لعمل قرارات إن هو من ضمنها إغلاق المطاعم، بحيث ما يكون في تواصل قريب جدا ما بين الشخص والشخص الثاني، بحيث إن يكون توفر حماية لعدم العدوى. يهدف إلى إغلاق التطعيم أو يهدف إلى تقديم التطعيم أن الأشخاص الضعفاء للغاية والمعرضين للإصابة بالفيروس كورونا، أنهم نقوم بحمايتهم لكونهم معرضون للإصابة مقارنة بالأشخاص السليمين الذين ليس لهم أمراض مزمنة أو الذين ليس لهم حماية ضد الفيروسات أو حمايتهم ضعيفة. دعونا نرى كيف يحدث ذلك عمليا. طبعا موضوع اللقاح والمناعة والحماية من الفيروس. هنا مثال آخر على انتقال العدوى، مثلا مرض الحصبة، مثل ما موضح بالصورة. طبعا لا أريد أدخل بالتفاصيل، بس مرض الحصبة يعتبر مرض معدي ومعروف لجميع الشرائح العمرية. لماذا يحدث؟ أسباب انتقاله، طريقة العدوى، طريقة الحماية، كيفية المناعة أو كيفية وجود المناعة ضد الحصبة، اللي هي طبعا أخذ لقاح الحصبة. ما في داعي أدخل في التفاصيل مثل ما موجود بالصورة، بس أريد أن أذكر أن كل ما تأخذ الأطعمة كل ما تزيد عندنا الحماية. يعني بمثلا إذا أخذ 50% من الأشخاص اللقاح سوف نوفر 50% من الحماية، وكل ما تزيد الحماية ضد العدوى ب90% كمان سوف تزيد الحماية. ثم هناك سؤال آخر، هل يمكن أن ينشر الشخص الملقح، أي الشخص الذي أخذ اللقاح فيروس كورونا، للآخرين؟ نعم يمكنه ذلك، أن هو يصيب شخص آخر بداء العدوى، كما ذكرنا إذا لم يأخذ الجرعة الثانية، وهذا يثبت أن الجرعة الثانية من اللقاح مهمة جدا لتوفير المناعة. السؤال اللي بعده، ماذا لو لسبب ما لم نحصل على الدواء المعزز؟ هل التطعيم الواحد يحمي بشكل كافي؟ طبعا هالسؤال تكرر كثيرا بصيغة أخرى، والإجابة كانت نعم، في حالة أخذ جرعة واحد جزئية في احتمالية عدم تعزيز المناعة. هذا يثبت دائما أن الجرعة الثانية من اللقاح تعتبر مهمة جدا للحماية من فيروس كورونا. كذلك أريد أن أتطرق أن اللقاح في الوقت الحالي يحمي حماية مطلقة من الأمراض التي يكون سببها الفيروس، وهو فيروس كورونا. سؤال آخر عن فاعلية اللقاح، وكيف يكون اللقاح حسب المستحضر؟
من طبعا من ناحية قوة اللقاح، فعالية اللقاح، كمان الأمراض التي تكون يكون سببها فيروس كورونا، كذلك الشرعات المتلقاة، كذلك اللقاحات والشركات المصنعة لذلك لهذه اللقاحات. فيما يلي ملخص عن أعراض الكورونا. أعراض الكورونا هي كالآتي: حمى، صعوبة تنفس مثل ما يعرف الكثير، كذلك ممكن يكون شعور أو شعور التذوق لا يوجد لبعض الأشخاص، ممكن يكون إرهاق شامل للجسم. طبعا الصورة هنا مبينة، قوة اللقاح الذي لدينا أو الذي استوردناه، كذلك الفرق ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية وتأثيرها وقوة فعالية اللقاح من الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وكيفية تحسن الحالة بعد أخذ الجرعتين. أمور كثيرة تؤدي إلى أن اللقاح مهم جدا في الوقت الحالي، أن يؤخذ الجرعتين الاثنين، وكما ذكرنا مسبقا لابد يكون ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية مدة لا تقل عن 12 أسبوعا، بحيث تكون النتيجة قريبة إلى حد ما للدرجة النهية والدرجة الممتازة. كذلك في سؤال: إذا كنت تعاني من الكورونا فهل يستحق أخذ اللقاح؟ نحن نعلم أن عدوى كورونا توفر حماية لمدة تستمر من 9 أشهر إلى 12 شهرا، أي بمعنى في حالة شخص ما أصيب بفيروس كورونا، فذلك في حد ذاته تعتبر مناعة، وهالمناعة تستمر لمدة 9 إلى 12 شهرا على الأقل كما ذكرنا. وكلما كانت عدوى مرض كورونا قوية سادت المناعة، أي أو بمعنى أصح كلما زاد وجود المناعة زادت الحماية، وترتفع في ذلك الوقت أجسام المضادة في الجسم، أي ترتفع المناعة. في الوقت الراهن تيهو التوصي بالاستعجال الشديد في أخذ اللقاح، أو بمعنى أصح لا تستدعي الاستعجال في أخذ اللقاح في حالة إذا الشخص أصيب بالكورونا، لكونه إصابته في حد ذاتها تعتبر مناعة، فقط إلا إذا الشخص أراد أنه يأخذ اللقاح بعد إصابته مباشرة. ولكن نريد تذكيره أن حتى وإذا تأخر فلا يكون موضوع التأخير خطيرا جدا، والسبب للمناعة التي اكتسبها من فيروس كورونا. هذا للتوضيح أنه لا يوجد خطورة في ذاك الحين. ولكن إذا أخذت اللقاح هل لا يزال يتعين علي
طبعا اتباع القيود، طبعا هذا يعتبر كسؤال، والصيغة هل يجب علي اتباع القيود في حالة أخذي للقاح كاملا، أي الجرعة الأولى والجرعة الثانية؟ الإجابة نعم، يجب عليك اتباع القيود القديمة التي ذكرناها في بداية الوباء، ولكن سوف يتم إعطاؤنا تعليمات مفصلة دقيقة على الأسبوع المقبل حول ما يمكن أن يفعله الشخص الذي تم تطعيمه مرتين وما الذي يجب فعله. ولكن في الوقت الحالي لدينا مجموعة من السكان الأكبر سنا محميين، أي في الوقت الحالي الأشخاص الأكبر سنا محميين، فبالتالي ليس هناك خوفا كبيرا مقارنة في بداية الوباء. نتحدث من بعد على الأشخاص البالغين أو الأشخاص الأقل سنا الذين معرضين أكثر للعدوى على الأشخاص الآخرين، فمثلا مثل ما بتعرفوا الشباب مثلا، يعني هم الآن عرضة أكثر من الأشخاص البالغين والأشخاص الكبار في السن بالإصابة بعدوى فيروس كورونا، والذي يتطلب مننا الإسراع أكثر في إعطائهم لقاح الكورونا. طبعا السبب مع احترامي للفئة الشباب انهم النسبة اللي اقل فئة لا تحترم يعني القيود التي ذكرناها مسبقا، فبالتالي يتوجب علينا اعطائهم اللقاح لتوفير حماية أكثر في البلاد. كذلك هناك سؤال آخر ومتداول بين جميع الفئات حاليا، وهو الخوف من لقاح كورونا، فكيف يمكننا أو يمكنكم تشجيعهم على أخذ كورونا؟ طبعا لدينا طرق كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال التحدث إليهم، لغة الحوار التي تحدث طبعا عن طريق أخذ مواعيد من المستوصف الحكومي المستوصف الحكومي التابع لمحل سكن الأشخاص، والتواصل مع الممرضين لتوفير شرح مفصل على لقاح كورونا، سلبياته، إيجابياته، أسوأ حالاته. كذلك إذا الشخص مستوى الخوف عنده قوي جدا، ففي طريقة أخرى طبعا هو إعطائه مهدئ، وهالطريقة تعتبر يعني آخر طريقة يمكن استخدامها في مثل هالظروف. ولكن حسب تغطية قمنا
قمنا يعني باستعراضها مع الفنلنديين أو غير الفنلنديين أو المواطنين بصفة عامة عن طريق يعني أسئلتهم وأخذ انطباعهم، فكان المعظم إلى حد ما عنده الرغبة بأخذ اللقاح، ولا يوجد يعني خوف من ذلك إلا فئة صغيرة. التطعيم في نهاية الموضوع أو في نهاية أو الإجابة الملخصة بخصوص لقاح كورونا والخوف من هذا اللقاح، الحقيقة التطعيم يستحق أخذه بحيث نوفر الحماية الكاملة ونرجع للحياة الطبيعية مثل ما ذكرت خلال إجاباتي المسبقة، أي لا داعي للخوف. كذلك هناك لقاحات أخرى غير لقاح أسترا مثل ما ذكرت سابقا، لقاحات ثم دراستها، لقاحات ثم الموافقة على تصديرها أو أخذ الرخصة لتطبيقها على المواطنين في البلاد، غير لقاح طبعا أسترازينيكا. لا أريد أدخل بالتفصيل بخصوص أسترازينيكا، ولكن اللقاحات الأخرى أثبتت مفعولها وفاعليتها على الأشخاص الذين أقل من فئة العمرية والتي ذكرناها أنها هي 65 عاماً، والتي حاليا أذكرها اللي هي من ضمنها لقاح موديرنا ولقاح فيزر. كما ذكرت أنه هناك لقاحات أخرى جديدة أخذنا الرخصة اللي بدأ إعطاؤها لفئة التي أقل من عمر 65 والتي هي من 16 سنة وما فوق، وهي لقاحات موديرنا ولقاح فيزر، وهذه اللقاحات الاثنين أثبتت فاعليتها للأشخاص أو أثبتت فاعليتها للحماية ضد فيروس كورونا. كذلك هل لقاحين أو هل لقاحات تركيبتهم تعتبر مشابهة إلى حد ما رغم اختلاف الاسم؟ كذلك لقاح جونسون، هذا لقاح جديد لم تصدر له رخصة تصدير داخل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. نبذة مختصرة على لقاح جونسون، هذا اللقاح مستقبلا سوف يكون ذو جرعة واحدة مقارنة باللقاحات الأخرى، أي سوف يعطى فقط جرعة واحدة، بس جرعة واحدة فقط على المستقبل البعيد عندما يصدر إعطاء الرخصة لتصديره. كذلك هناك لقاح سبوتينك جديد، والسؤال في ذلك هل يمكن تصديره لفنلندا؟ الإجابة في الوقت الحالي لا توجد لدينا، وكذلك لا يوجد قرار
بشأنه أو باستخدامه غير اللقاح الذي أو غير اللقاح الذي ذكرناهم فيما سبق. ثم سؤال آخر، هل يصبح لقاح الفيروس كورونا لقاحا شهريا مثل لقاح الإنفلونزا؟ كذلك هالسؤال يعتبر سؤال متكرر جدا أو سؤال عام على مستوى المواطنين، هل سيصبح في يوم ما مستقبلا لقاح فيروس كورونا لقاح شبيه بلقاح الإنفلونزا، أي بمعنى يجب تكرار أخذ اللقاح من فترة إلى فترة أخرى، أو مثلا مثل مرض الكبد الوبائي، مثل ما بيعرف الجميع أنه مرض وبائي ويحتاج من فترة إلى أخرى إعطاء جرعة من اللقاح للحماية ضده. بخصوص هذا السؤال، لا يزال الوقت مبكرا للتقييم ماذا سيحدث، لكننا نستعد لذلك أنه سيتم إعطاء اللقاح إن كان لقاح إنفلونزا أو لقاح كورونا أو لقاح المرض الكبد الوبائي، هل هيكون الأوبئة التي ذكرناها شبيهة إلى حد ما مع بعضها، وهل سوف يتم دائما أعطاء لقاح طيلة فترة السنة؟ شكرا لكليكما على إجابتكم هذه على بعض الأسئلة التي تخص فيروس كورونا، وسنواصل طرح المزيد من الأسئلة المحددة هنا، ونبدأ بهذا القسم من الأسئلة. لذا أولا السؤال الأول عن اللقاحات الموجودة واختبارات الكورونا هذه، هل يعني أنه يجب علينا إجراء اختبارات إذا كنت قد اضطررت بالفعل إلى أخذ لقاحات فيروس كورونا؟ هل لا تزال تعاني من أعراض الكورونا مثلا أو أعراض الإنفلونزا؟ هل يتطلب علينا عمل تحاليل معينة بحيث نعرف ما هي العدوى التي أصبت بها إن كانت إنفلونزا أو كورونا؟ اللقاح لا يسبب نتيجة أنها تكون نتيجة إيجابية، أو بمعنى أصح إذا صادف أنك عملت اختبار لفيروس كورونا وأثبت أنه إيجابي قبل طبعا أخذك للقاح، هذا لا يذكر أو لا يعني أنه اللقاح سببه أو اللقاح كان سبب أنك أصبت بفيروس كورونا. الخلاصة لا نعلم إلى حد الآن إن كان سبب فيروس أو سبب نتيجة اختبار فيروس كورونا الإيجابية هي سببها اللقاح، ولكن يجب أن تكون حريصا رغم ذلك على أن أي لقاح قد تم إعطاؤه لك هو لقاح ممتاز، لقاح معطل
طل ومفيد لك ولا يسبب مضاعفات سلبية. بعد ذلك نتطرق، إذا تلقيت جرعة واحدة من مثلا اللقاح، أي لقاح فيروس كورونا، هل يتم الخلط بين اختبار اللقاح الأول الذي أخذته مع اللقاح الثاني أي الجرعة الثانية؟ الإجابة لا. سؤال آخر لفت انتباهي وسؤال جدا مهم يذكر هنا، إذا كان الشخص يتبع أنظمة غذائية خاصة كالنباتي، يعني الأشخاص الذين غذائهم نباتي أو الأشخاص الذين يأكلون حلال، هل لقاح كورونا يصعب أخذه؟ أي بمعنى هل لقاح كورونا لقاح يمكن أخذه للأشخاص النباتيين والأشخاص الذين يأكلون حلال؟ نعم يمكن الشخص النباتي والشخص الذي يأكل حلال أن يأخذ هذا اللقاح أو هذه النوعية من اللقاح. لقاحات الكورونا التي نستخدمها حلال 100%، أي أنها ليس فيها مركبات يعني تمنع أخذها مثل اللقاحات الأخرى في أمراض معدية أخرى. من موضوع سلامة اللقاح، هذا الحديث لا يزال كما ذكرنا سابقاً يصعب جزمه 100%، لذلك لا يزال هناك سؤال حول أو أسئلة حول سلامة اللقاح ضد فيروس كورونا، بمعنى أن اللقاح ضد فيروس الكورونا للمصداقية ربما تكون له أثار جانبية طويلة المدى، بمعنى مثل طبعا ما سمعتم وقرأتم بالصحف العالمية أنه من خلال اللقاحات ممكن يكون مستقبلا في أو يتعرض الأشخاص إلى أثار جانبية، إن كانت يعني بالتوازن بالقلب الجسم، كذلك الحالة النفسية يوجد تأثير سلبي لبعض الأشخاص الذين أخذوا لقاح كورونا. الخلاصة لا نجزم 100% أنه لا يوجد أثار جانبية لأخذ اللقاح. سؤال آخر للأشخاص الحوامل أو للنساء الحوامل، السؤال يقول هل لقاحات كورونا تؤثر على المرأة الحامل أو المرأة التي تقرر أن تحمل، أو مثلا هل في أثار جانبية على الجنين إن كانت المرأة حاملة؟ هل يوجد خطورة من أخذ اللقاح؟ الإجابة لا يوجد خطورة مباشرة على الجنين، وكذلك لا يوجد مانع من أخذ لقاح كورونا للحوامل، وكذلك لا يمنع أخذ لقاح كورونا للنساء الذين يقررون مستقبلا بالإنجاب. الفرق البسيط بين المرأة الحامل عن المرأة غير الحامل، إنها المرأة الحامل مثل ما بتعرفوا أو مثل ما بيعرف الأغلبية العظمى، إلى
أمور أو إثار جانبية سببها الحمل في حد ذاتها، إن كان الإرهاق، إن كان الغثيان، إن كان أمور أخرى تتعلق بالحمل، يعني لا يوجد رابط لا يوجد رابط في حينها بالفيروس الكورونا، أو لا يمكن نقول إن هذه الأعراض التي ذكرناها مسبقا هي سببها إصابة المرأة الحامل بفيروس كورونا. ولكن لا يمنع أن يناقش معها، أي المرأة الحامل، هل هذه الأعراض بحيث لا يكون خوفا أو لا يولد خوفا من الوضع بصفة عامة، إن كان كورونا أو لا يوجد تضارب بين تضارب الأعراض للمرأة الحامل، حتى لا ندخل في مشاكل أخرى نحن في غنى طبعا عنها. الخلاصة للأمانة، لعدم وجود توتر، اللقاح للمرأة الحامل ليس خطرا، وكذلك للنساء الذين يريدون الحمل لا يمنع ذلك، وكذلك لا يعتبر مضر بالجنين إذا صادف أن المرأة الحامل أخذت اللقاح. إذا كان أخذ هذا اللقاح واجب ومهم لتفادي العدوى، فماذا توصي تي هو ال كمصدر موثوق للمعلومات ضد فيروس كورونا، أو للمعلومات التي تتعلق باللقاح؟ تمتلك مؤسسة تيهو الكثير من المعلومات الجيدة التي تتعلق باللقاح، تتعلق بمرض كورونا، والتي توجد في خدمة أو في موقعها على صفحة الإنترنت. كذلك لو نتطرق أو نتكلم على الفيروس كورونا في العالم، مثلا المملكة المتحدة التي تحتوي على كثير من النسمة في البلاد، أي دولة كبيرة موجود مقيمين على أرضها أشخاص أو أعداد كبيرة من الأشخاص. ذكرنا أن المملكة المتحدة تعتبر دولة كبيرة جدا مقارنة بدولة فنلندا، إصاباتها كثيرة، أشخاص كثير أو نسبة المئوية هناك تعتبر نسبة عالية لأخذي لقاح الكورونا، ولكن لم نسمع رغم التعداد أن أحد أصيب بأعراض جانبية، أو مثلا الحوامل إلى حد التعبير أصيبوا بأعراض جانبية سببها اللقاح. فنريد نطمن أو نريد النساء الحوامل أنهم يطمئنوا للقاح كورونا. شكراً لكم على أسئلتكم التي نتمنى أن أجبنا على بعضاً منها. دعنا الآن ننتقل إلى القضايا المتعلقة بتقدم التطعيم وفترات التطعيم.
ونبدأ باستهداف اللقاح. ما هو معروف عنه في الوقت الحالي اللقاح، وما الذي يتم عمله في فنلندا؟ أصبح مرسوما حكوميا أن هذا التخصيص أو هذا التخصص سيتم تقديمه في الأشهر المقبلة بالتفصيل، يعني القضايا المتعلقة بطرق تطعيم اللقاحات، فترة التطعيم، الأشخاص العمرية الذين سوف يتقدمون عليها في الأسابيع المقبلة. في الوقت الحالي لوزارة الصحة الفنلندية هو عمل خطة مسبقة ومرتبة كيفية تقديم اللقاحات في المحافظات، على سبيل المثال من يؤخذ بعد فئة الكبار بالسن والأشخاص الذين عندهم أمراض مزمنة، وهذا طبعا يتم عن طريق المستوصفات الحكومية التي تابعين إلها أو تابعين لها. الخلاصة أريد التذكير أن فترة التطعيم سوف تستمر إلى ما لا نهاية أو إلى أن يتم تقريبيا توفير الحماية القصوى من فيروس كورونا. فترة اللقاحات أريد أن أتطرق لها مرة أخرى. فترة اللقاحات هي فترة جدا مهمة، أي أن اللقاح هو يعطى على جرعتين، الجرعة الأولى ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية تكون مثل ما ذكرنا من 9 أسابيع إلى 12 أسبوعا، ويمكن أن تكون أقصر من ذلك إذا تم وجود المزيد من اللقاحات أو تم توفير اللقاحات بالبلاد وسهولة تصديرها للدولة. فمن خلال ذلك سوف تكون المدة ما بين الجرعتين قصيرة على المذكور مسبقا أنها فترة 9 أسابيع إلى 12 أسبوع. حاليا وما هو معروف عن تطعيم الأطفال أو الأشخاص الذين يريدون يعرف معلومات عن تطعيم الأطفال، إن الحالة الآن هي أو الأولوية لتقديم الأطعام في الوقت اللقاح أو التطعيم في الوقت الحالي، التركيز سوف يكون على الأشخاص التي تزيد أعمارهم أو تكون أعمارهم من عمر 16 وما أعلى، طبعا بعد أخذ تصريح لتسويق هذه اللقاحات. لذلك لدينا أفكار مسبقة حول كيفية تلقيحهم، ومن بعد نتطرق على كيفية تلقيح الأطفال. تكملة للقاحات الأطفال أما موضوع لقاح الأطفال الذين أعمارهم أقل من 12 و 15 عاما، الإجابة سوف تكون عن طريق المستوصفات الحكومية التابعين إلها في كل محافظة في الدولة. تلقينا الكثير من الأسئلة التي تتعلق بتطعيم المواطنين، وما هي الممارسة التي يمكن
للأجانب طبعا السؤال محدد لفئة الأجانب، الأجانب حول تطعيم فيروس كورونا وكمان وكذلك الممارسة. هل يمكن للأجانب الذين يعملون بشكل دائم أو يدرسون في فنلندا الحصول على لقاح من فنلندا؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن أين يمكنهم الحصول عليه؟ والإجابة نعم، يمكنهم الحصول على اللقاح في فنلندا، وهذا وهو ما يصب في مصلحتنا جميعا، إن أكبر عدد ممكن من الأشخاص الموجودين هنا معنا يحصلون على لقاح فيروس كورونا، وقد تم الاتفاق على هذا، على هذا أن جميع المقيمين إن كان سائح مقيم طالب لابد أن يتوفر له لقاح كورونا. هذا طبعا أريد أن أذكر فقط موضوع آخر أو أتطرق لموضوع أسترازينيكا، أنه لقاح لا يمكن إعطائه لفئة العمرية أو الفئة العمرية أو السن اللي أقل من 65 سنة. هذا أريد أن أدقق عليه، أن لا يمكن إعطائه حتى لو كان الشخص يريد ذلك. هناك أمور أريد مناقشتها في مسألة الجوانب القانونية، إذا كانت لدينا توصية وطنية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما، وأن الأباء يحصلون على اللقاح ولكن يريدون كذلك للأشخاص الأصغر سنا، فهل هناك مثل هذا الشخص الذي اتخذ من تلقاء نفسه أن يأخذ هذا اللقاح؟ الإجابة لا يوجد مثل هالأشخاص الذين قرروا من تلقاء نفسهم، رغم ذكرنا أو رغم أننا ذكرنا أن لقاح أسترازينيكا لا يتوجب على الأشخاص اللي أقل من 65 عاما أخذه. ولكن أريد أن أؤكد أنه سيكون أكثر دقة في الأيام أو الأسابيع المسبقة في الأسابيع المسبقة بخصوص اللقاحات بجميع أنواعها، إن كانت أسترازينيكا أو غيرها، وكيفية أخذها طبعا مثل ما ذكرت في مراكز الصحة الحكومية التي تابعة لمقر إقامة المواطنين. أريد أن أتطرق أو أدقق أنه كلما المواطنين المقيمين على الأراضي الفنلندية أخذوا لقاحات أو تطعيم فيروس كورونا سوف تكون عندنا نسبة إلى 90% تقريبا من توفير الحماية المطلقة ضد فيروس كورونا، أي كلما الأشخاص المعنيين تم أخذهم للقاح فيروس كورونا كلما زادت الحماية. حسنا، هذا الذي أريد أن أدقق عليه. سؤال آخر، كيف يبدو مستقبل اللقاح؟ أي هل لديك تقدير لما إذا كان هناك نقص في هذه اللقاحات في المستقبل، أم أن إنتاج اللقاحات سيغطي الاحتياجات؟ حسناً، في الوقت الحالي قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 8 مليارات شخص حول العالم سيتم تطعيمهم بحلول بداية عام 2024، وهذا يعتمد على الكثيرين إذا كان من الممكن إضافة طاقة إنتاجية، وإذا لم يتحول الفيروس كثيراً
فلا يوجد مشاكل جراء ذلك. هل الصحة العالمية مهمة أن توفر يد عاملة لتصنيع أو تصدير لتصنيع وتصدير اللقاحات للعالم بصفة عامة كما ينبغي، وكذلك يعني من ضمنها الدول الفقيرة؟ الإجابة نعم. لا تزال هناك دول بسبب التطعيم مع كورونا لم تبدأ حتى الآن، وهم يعتمدون للتو على إجراءات التلقيح، ومن ضمن هالدول التي تكون دولة محدودة الدخل، أي أن ليس لهم الإمكانية لشراء أو ليس شراء اللقاح وتوزيعه، ولكن وزارة الصحة العالمية دائما تتطرق أن وجب أو لابد من حصول الدول النائية أو الدول الفقيرة على أخذ اللقاح أو توفير اللقاح لهم. موضوع أخير، أو ننتقل إلى موضوع أخير ومهم جدا، هو ما كان ذكر في الأيام الماضية من في الأخبار التلفزية أو الأخبار الجرائدية، أي في الجرائد، شهادات تطعيم ضد لقاح كورونا. هل هذا سوف يكون في المستقبل العاجر متوفر شهادات تثبت تطعيم فيروس كورونا أو تطعيم ضد فيروس كورونا؟ شهادات سوف تكون إلى حد ما، والتي توجد من خلال صفحة الأنترنت تبع البلدية اللي هي أوما كانتا. هناك موجود للأشخاص مثلا الذين أصيبوا بعدوى الكورونا، وكذلك بيانات الأشخاص الذين أخذوا اللقاح، ومن خلال هالصفحة إمكانية أخذ شهادات التطعيم بسهولة تامة، والتي سوف يتم استخدامها خلال الصيف أو خلال الفترة القادمة، أي سوف يتم استبيان هالشهادات التي تخص تطعيم الكورونا، موجودة على الصفحة التي ذكرتها وهي أوما كانتا. كما ذكرت بخصوص شهادات التطعيم، سوف تكون موجودة على صفحات الأنترنت المتعلقة بصفحة أوما كانتا، أو بالصفحات الخاصة بالأمور الصحية للأشخاص المعنيين الذين أخذوا اللقاح والذين أصيبوا بفيروس الكورونا. هل يمكن أن يكون هناك أي شيء آخر تريدون إضافته للمواطنين بخصوص شهادات التطعيم، بخصوص السفر، بخصوص الانتقال، بخصوص فتح الحدود في فصل الصيف؟ كما ذكرت، شهادات التطعيم هي تعتبر واحدة من الإجراءات التي من خلالها سوف توفر لنا حماية من فيروس كورونا وقت الانتقال أو وقت السفر، وخاصة أننا على أبواب العطل الصيفية. هذه الشهادات سوف تمكننا بالانتقال من دولة إلى دولة أخرى، وتمكننا من السفر دون تقيد، وكذلك
تؤدي أو تمكننا إلى الرجوع إلى الحياة الطبيعية تدريجيا. كل ما يمكنك فعله هو أنك تدخل على الصفحة هذه إذا احتجت مثل هالشهادات واستخراجها من الإنترنت. أريد أن أتطرق في النهاية بطريقة ملخصة أن الوضع الوبائي في البلاد لم ينتهي، واحتمالية أنه حيكون معنا إلى فترات طويلة يصعب تحديدها، فبالتالي يفرض عليك أو بالتالي يتوجب عليك أخذ لقاح فيروس الكورونا كما ذكرنا مسبقا، والتي هي جرعتين كاملتين، كذلك مع الالتزام بالقوانين التي تم إصدارها مسبقا لتوفير الحماية الكاملة، وكذلك لاستمرارية الحياة مع وباء كورونا، إلى طبعا إشعار آخر مستقبلي. أريد في النهاية أن أذكر أن سوف يكون ندوة مشابهة مثل هذه في الشهور القادمة أو العام القادم، أو سوف نقوم بذكر مثل هالندوات أو سوف نقوم بذكر مثل هالندوات إن وجدت، ولكن أريد أن أتطرق أنه وجب علينا التحمل، وجب علينا اتباع القوانين التي صدرت بخصوص وباء فيروس كورونا، كذلك يتوجب علينا أخذ اللقاح، وكذلك يتوجب علينا الاستفسار على اللقاح إذا احتاج الأمر. وفي النهاية لكم مني جزيل الشكر.